تعصيرت 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 ايه كم 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 يا قبل ما استعطيني الزؤمة احنا قطيعنا 300 كرسة زيتون لي اللي انا 20 سنة ما اتعب عليها 20 سنة فاضي الشجر فاضي سرقوه كله الجيش الإسرائيلي في حمايتهم في تلك النقطة يحمي نزول المستوطنين إلى الأرض وعندما نأتي يحميهم للعودة طريق للهرب عندهم هاي نقطة جيش؟ نقطة جيش ما بمنعهم ينزلوا على الأرض يسرقوا الزيتون؟ بسمح لهم يطيحوا وبيحميهم لما يطلعوا